صباح الخير عليكم، صباح الجمال. الليلة حنتكلم عن موضوع مهم شديد 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 شديد، هو الموضوع بتاع المحتوى والتسويق بالمحتوى. لو لاحظنا حوالينا في كم زول ممكن يكون شغال في نفس المجال اللي أنا شغالة فيه، أو في نفس المجال اللي أنت شغال فيه. يلا اللي بيفصل بيننا إنه من اللي يكون مبيعاته أكتر، أو من الجمهور بتفاعل معه أكتر، منو كذا، اللي بيفصل بيناتنا المحتوى اللي إحنا بنقدمه للجمهور المتابعين. المحتوى من أهم الركائز، من أهم الركائز في التسويق الرقمي. إذا المحتوى بتاعنا ما ظابط، نتأكد تماماً في إنه إحنا ما حيكون عندنا أي دور في الوجود الرقمي. طيب، في المحتوى بتاعي أنا محتاجة إنه أحكس للناس إنه أنا زول خبيرة في المجال، أو إحنا ناس خبراء في المجال. بمعنى نتكلم على المجال عموماً، بغض النظر عن إنه الزول يتعامل معانا إحنا ولا يتعامل مع شركة تانية. يعني إحنا نبيع المعلومات. أنا دائماً بقول للناس اللي بتدربوا معي، بيعوا المعلومة ما تبيعوا المنتج. أحكس للناس إن أنت خبير في المجال، إن أنت فاهم في المجال، إن أنت عندك معلومات كبيرة جداً في المجال. يلا لما تتكلم على المجال طوالي وتثقف الجمهور، والناس يكونوا متابعينك ومنتظرين المنشورات بتاعتك بفارق الصبر، هنا بتتحول لزول خبير في المجال. فبدل ما الناس انه يجوا يحضروا معك بس البرامج التدريبي، لا، هنا حيكون انه الناس دارين يبدوا مشروع حيجوك، والله يا اخي احنا دارين نبدا مشروع مشابه للمشروع بتاعك او نفس المجال بتاعك، ورينا خطوات احنا ممكن نتبعها، شنو نعمل، شنو الاخطاء اللي انت وقعت فيها، شنو عشان احنا نتخطاها. هنا انت بتكون لانك انت خبير، ودي اكبر حاجه انت ممكن تصليها في انه يكون عندك تواجد حقيقي، تواجد حقيقي بمعنى الكلمه. فدايما حته انه انا عندي المنتج كذا وده رقم التلفون، دي ما بتجيب نتيجه، والطريقه دي اندثرت من زمان جدا. فاي زول قاعد يتبع الطريقه دي ما قاعد يلقى قبول، ما قاعد يلقى تفاعل، ما قاعد يلقى مبيعات. انا دايما بحبز انه زول يكتب المحتوى، يختم بالهاشتاج بتاعه وانتهينا. ما تخطوا رقم التلفونات يا جماعه، في البوستات ما مطالبين برقم التلفونات. الرقم بتاعنا ده بيكون قاعد في المنتجات، بيكون قاعد في البوستر الاعلاني، بيكون قاعد في الصفحه. فجمهور لو داير بيصل للرقم بيصليه، خليه هو اللي يفتش عليك، هو اللي يفتش على رقمك، هو اللي يكون هو اللي داير يتعامل معك اكتر. فهنا انت ذاتك بتتحفز في انه الله النازل هم اللي بيفتش عليه، هم اللي دايرين انه يتعاملوا معي. فهنا ذاته ما انت اللي بتكون ساكن المبيعات، المبيعات هي اللي بتكون جاياك لحد عندك بس من خلال المحتوى اللي انت بتقدمه. كمثال صغير، ما بتلقوا لي اعلان انه انا بقول انا بدير الصفحات ده رقمي، لكن بقدم محتوى في اداره الصفحات بيخلي انه الناس يتواصلوا معي، دايرني ادير لهم الصفحه وادير لهم الجروب او ادرب لهم التيم الشغال في الشركه بتاعتهم. فدي الحاجه اللي انت مفروض تراعي عليها في التسويق الرقمي، انه انت يكون عندك وجود حقيقي، تكون خبير في المجال، تكون معطاء في المعلومات. المحتوى ذاته يا جماعة إحنا ممكن نقسمه لمحتوى تفاعلي، محتوى توعوي، ومحتوى تسويقي بهدف البيع، لكن كل واحد من ذلك عنده مرحلة برا. المحتوى التفاعلي ده من كلامه إنه أنت دائرة جمهور يتفاعل معك، ياخد ودي معك في الكلام، فمعناته هنا حطرح سؤال، والله رأيكم شنو في خدماتنا، يمين ولا شمال، أعرض عليهم المنتجات يمين ولا شمال، حابين ده ولا ده، اللون ده ولا ده، أنزل استبيان، طيب حابين نضيف لكم شنو في المنتجات الجديدة أو الخدمات الجديدة، نشارك الجمهور عشان الجمهور يتفاعل معانا، أو نوريه إن إحنا مستعدين لآرائك، لأن إحنا نسمعك، لأن إحنا نحقق لك المطالب اللي أنت دايرة مننا. بعد كده المحتوى التسويقي، المحتوى التوعوي ده أنا بكون بوعي فيه في المجال عموما. يعني أنا هسه ممكن أكتب حاجة عن إدارة الصفحات بغض النظر عن انه الناس يجوني انا او يمشي يديروا صفحه برام او يمشي لخبير ثاني، لكن في النهايه كون انه زول ادي المعلومه الحقيقيه ده، هنا هو بجد كده خلاص زول عابر في المجال، اللي هو انه يكون زول معطاء ما يعاين لانه زول ده حيجي ولا ما حيجي. يعني بلاحظ دائما في الجروبات الناس ما بتنتبه، بيجي زول بيقول انا عاوز اعمل كده، فداير نصيحه، مثلا نصيحه لنوع المحتوى او نصيحه للانتشار او نصيحه لكده، فالناس بيخشوا درغم تلفوني دي صفحة دي تواصل معانا، لا، هو ما طلب الأرقام ولا طلب إنه داير يتعاون مع شركة، هو طلب نصيحة. فدي هنا دي المعلومة،
انا لما يتاقوني قاعد اجي ادي المعلومه واختم بالهاشتاج وانتهينا، ما قاعد اخد رقم، ما قاعد اقول له تواصل معي، ما قاعد اقول اي حاجه. اذا لقيت انه الموضوع يعني بيحتاج لشرح مطول بقدم هديه مجانيه او استشاره مجانيه انه يتواصل معي اشرح له الموضوع. برضو لوجه الله تعالى زي ما كنت حرد في البوست ساكت، الاستشاره ذاتها بتكون ساكت. هنا الزول ده ما طلب انه هو داير يدفع مقابل الخدمه، هو طلب نصيحه. فنتيجه النصيحه جوا علينا بخل بالكلام وبالمعلومات، الزول ادي بس. بعد كده المحتوى التسويقي بهدف البيع، داي انا بقول ان انا عندي المنتج كذا وكذا، لكن باستراتيجيه معينه المتدربين اللي معي بيكونوا عارفين الحاجه دي، بوضح الفائده من المنتج، بعد المنتج انت بتستفيد شنو، وهكذا. يعني ما ببيع ساكت، بكون موضحه انه انت ليه تاخذ الحاجه اللي عندي دي. فيا ريت كلنا نراعي للموضوع بتاع المحتوى، ونراعي للجمهور المتابعنا، ونكون قريبين جدا من الجمهور. وصدقوني الحاجة دي هي اللي بتوصل الزول لمرحلة إنه يكون خبير في المجال.